الحديث حول هذا الموضوع ينضم إلي عبر الهاتف المحلل العسكري المقدم ياسر صالح. مرحبا بك أستاذ ياسر. يعني السفن الإيرانية تتردد على المياه اليمنية وتقوم بتجريف الثروة السمكية، بالمقابل تؤكد تقارير استخباراتية علاقتها بتهريب الأسلحة للميليشيات. نحن نتحدث عن عامين 2019 و2020، يعني ما يقارب من 800 يوم. أين هي الأعين إزاء ما يحدث؟ نعم أخي العزيز، عملية التجريف اللامشروعة والعمليات الاصطياد الغير مشروعة أيضا وبطرق غير سليمة التي تؤثر تأثير مباشر على الحياة البحرية في المياه اليمنية، ولكن في النهاية كل ذلك يهون مقابل ما النشاط الحقيقي وراء هذه السفن الذي هو فعلا انقطع الخط. أشكرك جزيل الشكر. إذن ياسر الصالح المقدم كنت معي عبر الهاتف.